إلى مثواها الأخير. ترحل ريهام محمد البدر في عقدها الثالث من العمر بعد أن استهدفتها قناصة ميليشيا الحوثي شرق مدينة تعز. كانت ريهام برفقة زملائها يسيرون قافلة غذائية للمحاصرين وبعض أفراد الجيش الوطني في منطقة الكريفات. أمس طلعنا نحن ورفيقتنا ريهام اللي هي أحد شباب فبراير وأحد أعضاء أفراد اللجنة الوطنية لدعاية حقوق الإنسان وأحد شباب وشابات تعز. أمس سيرنا القافلة ما إن وصلنا عادوا كنا ما وصلناش حتى لخط النار. سيارات مدنيين بدأ الاستهداف علينا قبل ما نطلع من خطوط النار. وصلنا لخطوط النار كان منهم معلمون أين نتجه عشان نأمن من القذائف والقنص. هناك ريهام تقدم للخط الأمامي الأول، نحن بقينا على أساس أنه نكمل بقية القافلة ننزله. هيك أنا أراد الله له الشهادة انطلق مع الأولين. بدأ الضرب عليهم من تبة السلال والقعشة اللي مسيطر عليها ميليشيا الحوثي والهالك عفاش. هناك ريهام ارتقت شهيدة. لطالما ظلت الناشطة الشابة المفعمة تجوب أحياء المدينة في إطار عملها ضمن فريق الرصد التابع للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، توثق كل الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح ضد المدنيين. ها هي اليوم تغادر الحياة لتصبح على قائمة ضحايا الجرائم الإرهابية للإنقلابيين. من يوم أن عرفنا ريهام المسيرة من النضال والتضحية، ريهام لم تترك مجالا إلا وكانت فيه، لم تترك مجالا إنسانيا ولا إغاثيا ولا حقوقيا ولا وطنيا إلا وكانت حاضرة في هذه المجالات. ريهام التي رصدت كل أوقاع هذه المدينة اليوم تستشهد برصاص قناص، اليوم هي كانت ترصد كل هذه الأوقاع، اليوم هي مرصودة ضمن الآلاف من انتهاكات هذه الميليشيا الإنقلابية. صدمة جديدة تضاف إلى رصيد شبان وشابات هذه المدينة المحاصرة، وتعبيرا عن حجم الفاجعة بفقدان رفيقتهم يتجاوز الألم مداه، إذ صار ملازما للجميع هنا لا ينفك يغادرهم. إلى هنا انتهت رحلة ريهام البدر بعد مسيرة حافلة بالنشاط والحيوية والدفاع عن ما كانت تؤمن به ومن انتظار تحرير المدينة من الميليشيات الإنقلابية. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.